السلاح المنفلت في العراق واحد من اخطر مشكلات البلاد لما له من تأثيرات كبيره على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 رفعت الحكومات المتعاقبه شعار حصر السلاح بيد الدوله، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعاله لتنفيذه، على وقع تقديرات تحدثت عن أرقام متفاوته بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف تمثل السلاح المنفلت الذي تمتلكه الميليشيات. مراقبون أكدوا أن أي حديث عن سحب السلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيا وإضاعة جهد ومال مضيفين أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودا لدى العشائر أو المواطن فقط هدفه شرعنة سلاح الميليشيات المسلحة المسؤولة عن التفلت الأمني من عملية الاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة وما حدث في ديالة خير دليل على الانفلات الأمني في البلاد فهذه المحافظة اكتوت بسلاح الميليشيات وشهدت خروقات في الآونة الأخيرة آخرها ما حصل في قرية الجيالة ضمن قضاء الخالص من مجزرة راح ضحيتها 12 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء خبراء امنيون اكدوا ان العراق منذ عام 2003 وحتى الان يمر بازمات سياسيه ادت الى انهيار امني مزمن لم تستطع الحكومات المتعاقبه السيطره عليه بفعل تغول الاحزاب والميليشيات في مؤسسات الدوله وسيطرتها على الحكومات اخرها حكومه السودان التي شكلها الاطار التنسيقي باحزابه وميليشياته الولائيه التابعه لايران وتشدد العديد من الأوساط السياسية والشعبية علي أن عودة الاستقرار لمناطق ديالا لن يتحقق دون انسحاب الميليشيات المسلحة منها وإيقاف جميع أنشطتها الاقتصادية موضحين أن الميليشيات تعمل من خلال وجودها العسكري في تلك المناطق على فرض الهيمنة والنفوذ وتحقيق المكاسب السياسية بالقوة والإكراه وتحقيق المكاسب الاقتصادية عبر تمويل نفسها بالإتوات والهيمنة على الثروات والمشاريع الكبيرة.